في نظري اختيار دياز اختيار ثائر، لانه سيمكن المغرب من فك عقدته التهديفيه على غرار بين قوسين اسمح لي اللاعب الكبير جوج كوشيات. صراحه هو لاعب كبير ذو قدرات خفيفه، ولكن ابراهيم دياز ملي يختار المغرب غتحل لنا بزاف ديال النظرات في اتجاه المغرب. دياز كنبغي نوجه ليه، الا مشات ريال مدريد تقلتك بدك الاحتياط، سير خرج قلب على راسك من مدريد، خرج قلب على راسك من مدريد، غنقولها لي بحالك، لانه مدريد ماشي هي اللي كتصنع اللاعبين، اللاعبين اللي كتصنع ريال مدريد. هي صراحه عجبني هذا السيد بزاف، علاش؟ حيت اختار المنتخب المغربي وبين باللي ما تيتباع ما تيتشرى، يعني تبارك الله عليه، وتنتمنى باش يعطي اكثر واكثر لهذا المنتخب العزيز ديالنا المنتخب المغربي. وصراحه كون مشى لاسبانيا انا بعدا ما غاديش غيبقى فيا الحال، وغنقول انا بلاصتي والله العظيم تنمثل المغرب بالرب. علاش؟ لاننا حنا ابناء هذا الوطن العزيز، ونحب هذا الوطن، وغنتقاتلوا لا في الكره لا في الموسيقى لا في اي حاجه باش نرفعوا رايه هذا الوطن الحبيب. وعاش سيدي محمد السادس. الرساله اللي غنوجه ليه، تنقول ليه باللي عجبتينا وعجبتي المغاربه ومسيره موفقه، وحنا معاك ان شاء الله، حيت انت اختاريتينا وحنا غادي نختاروك وغتبقى معنا ونبقاو معاك تيسهل الله ان شاء الله. هو حنا فرحنا ليه، فرحنا انه غيمثل بلادنا، غير يعني من الاسماء اللامعه في الدوري الاسباني، وانه اختار المغرب على حسب اسبانيا. كانت فرحه كبيره انه يمكن يكون واحد الاضافه للمنتخب، غيعطي اكثر يمكن نحققوا انجازات بالرفقه ديالو، واخا لو انه عندنا عتاب صغير، لانه المغرب ملي كتبغي تلعب ليه كتلعب ليه بدون مفاوضات، ما تحتاجش مفاوضات كبيره، يعني اول ما الوطني يعني يعطيك النداء غتلبي النداء بدون تردد. هو شويه شحف الركراك على ما جا، ولكن نتمنى ان يعني الحضور ديالي يكون في واحد الاضافه كبيره للمنتخب. المهم السلام عليكم. هذا انا غادي ننطلق من الكلام اللي قال شيبو في البين سبور، هو ان المنتخب المغربي ما كيتوقفش على سميتو على ابراهيم دياز. المنتخب المغربي ديال الجميع، الانسان اللي عنده رغبه باش يجي للمنتخب المغربي، راه المنتخب المغربي فوق كل شيء، مرحبا به. هو لاعب يعني جدير بالمنتخب، وغادي يعطي دفعه كبيره زعما لسميتو، لان المنتخب المغربي خاصه واحد وسط ميدان، وكيبان دياز بانه عنده الكاريزما باش يكون باش يعطي المنتخب واحد دفعه قويه، وغادي يكون سند لسميتو اللعابه كاملين، ومرحبا به. وهو كيبقى ديما مغربي، وراه ما عمر شي، راه كما قال لك السي القجاع، راه ما عمر شي ابراهيم كان سبليوني، ومرحبا به والف مرحبا. هو الاصل ديالو مغربي، داكشي علاش اختار المغرب، واخا هو كيلعب في الريال مدريد. كيبان لي بالنسبه لي انا هو مزيان. الرساله اللي غنوجه ليه، الله يوفقه في المنتخب المغربي وصافي.